السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي انقل الماتيريال من مشروع لمشروع؟ يعني على سبيل المثال عندي مشروع اهوت فيه ماتيريال كتيرة انا عايز انقلها للمشروع اللي انا هبدأ اشتغل عليه اللي هو دوت. اول حاجة افتح الاتنين مع بعض على نفس البرنامج الريفت، ما افتحش اتنين ريفت، لا هو نفس الواحد. وبعد كده هاجي في المشروع الجديد او المشروع اللي انا محتاج ان انا انقله، يعني لو احنا بننقل دم هروح للراجل اللي هو مصاب وعايز ننقله دم، واروح للمانج واقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد وتشيك نان، اقول له انا عايز بس الماتيريال من المشروع التاني، اقول له اوكي. طبعا في ماتيريال مشتركة بينهم، فبيبدأ يقول لي عايز تعمل ايه، انقل الجديد بس ولا اوفر رايت؟ يعني لو الاتنين بنفس الاسم وهنا موجود وهنا موجود، اعمل اوفر رايت يعني الغي اللي موجود في الملف الحالي واخده من الملف اللي هو كويس او اللي هو فيه ماتيريال كتير او اللي انا بنقل منه، اقول له مثلا نيو اونلي، هات لي بس الحاجات اللي مختلفه في الاسم. تمام. دلوقتي بقى لو رحت لقائمه الماتيريال في المانج هتلاقي الماتيريال ظهرت معاك.